هاي ايفريون، معاكم دكتوره منار الخولي. في المحاضره دي هنتكلم عن البيزك ايرواي مانجمنت. ليرنينج اوبجكتيفز ار واي اتس امبورتنت تو ليرن اباوت اوبننج ايرواي اور هاو تو اوبن ايرواي، هاو تو اوبن ايرواي ان انكونشس بيشنت سيفلي اند افكتيفلي، اند هاو تو ابلاي اوروفارينجيال ايرواي اور جويدل ايرواي. اول سؤال، why it's important to learn how to open airway. في رول كده في الامرجنسي ميديسين بتقول you treat first what kills first، بحيث ان اسرع حاجه ممكن تموت العيان هي الايرواي اوبستراكشن. So it's very important ان احنا نتعلم how to open airway، especially that opening airway is a very simple maneuver yet it can save life. طيب مين هو الـ unconscious patient، أو إمتى ممكن عيني to lose consciousness، أو what are the conditions that might lead to loss of consciousness؟ الحقيقة الـ conditions دي من ضمنها حاجات medical، هي كتيرة جدا، إحنا مش هنقولهم كلهم، إحنا بس هندي أمثلة. medical زي إيه؟ very low blood pressure، ده ممكن يحصل مع نزيف، مع dehydration، ممكن تفكروا في أي سبب تاني ممكن يعمل severe low blood pressure. السبب التاني low blood sugar especially طبعا في العنيد diabetic. السبب التالي drug overdose أو alcohol poisoning أو seizures أو strokes. في أسباب تانية كتير زي ما قلنا، دي مجرد أمثلة. السبب التاني المهم جدا التروما. التروما زي car accident، drowning، trauma to the head، كل الحاجات دي ممكن تعمل loss of consciousness. طيب ايه اللي بيحصل مع loss of consciousness؟ اللي بيحصل انه the tongue falls backward ويلزق في ال posterior wall of the esophagus، وبالتالي you obstruct the airway. falling of the tongue backward اللي العامة بيقولوا عليه بلع لسانه، هو طبعا ما حدش بيبلع لسانه بس هو just falling off the tongue. يبقى نفهم من كده انه basically الـ opening the airway يعتمد على ان انا اشد التانج بعيد عن الـ posterior pharyngeal wall. ده هيتحقق بطريقتين او two maneuvers او كذا maneuver هنتكلم فيهم، على هنتكلم النهارده عن حاجتين منهم بس اساسيتين جدا. اول واحده اسمها الـ head tilt chin lift، ودي بنسميها الـ universal maneuver of opening airway. ودي عبارة عن إيه؟ عبارة عن إن أنا بحط إيد زي ما إحنا شايفين هنا على الـ forehead of the patient and then I push downward. في الحالة دي الـ chin will raise upward. I place two fingers, tip of two fingers, index and middle finger under the chin على البون، على البوني ستراكشر، and then I pull up the mandible. بالشكل ده أنا هسحب اللسان بعيد عن الـ posterior pharyngeal wall. يبقى head tilt chin lift basically it's extension of the neck. حط إيد على الفورهيد وأدوس لتحت وأسحب المانديبل بطراطيف صباعين اتنين على البون. مشكلة المانوفر دي ان انا بعمل extension of the neck، بحرك الرقبة، وبالتالي لو انا عندي عيان I suspect ان عنده injury في الـ cervical spine، مجرد suspicion مش لازم اكون متأكدة، في الحالة دي مقدرش افتح الـ airway بالشكل ده. It's not wise, it's not advised to open airway with head tilt chin lift. طب مال هفتحه ازاي؟ هفتحه بحاجة اسمها الجو ثراست. الجو ثراست بيعتمد على اني اقف عند راس العيان واحاول افتح الايرواي by pulling the tongue away from the posterior pharyngeal wall برضو من غير محرك الرقبة او السيرفايكال سباين. هعمل ايه؟ هحط ايديا البالم of the hand comfortably كده on the patient temples. طبعا avoid to or avoid pressure, excessive pressure on the eyes of the victim. وبعدين بصوابعي ورا الـ angle of the mandible I push up، أشد المانديبل ده I pull it ناحية الـ ceiling. أوكي؟ لفوق.
العيان نايم قدامي وانا واقفة على الراس من ورا وبزق الانجل اوف ذا مانديبل لفوق، ده برضو هياخد اللسان بعيد عن البوستيريو فارنجيال وال. المهم وات ايفر اللي انا بعمله I have to make sure to pull up only on the bony parts of the mandible. أنا عايزاك وانتوا قاعدين كده هوت وسمعيني دوسوا جامد على البون، على الشين، chin bone. أنا دلوقتي بعمل كده. Then I slide my finger backward شوية at soft tissue وبزق. حاسين بالتغيير اللي في صوتي؟ سامعين صوتي تغير ازاي؟ الحقيقة ان الصوت ده تغير كده لانه البريشر او كوني بدوس على السوفت تيشو بيعمل partial airway obstruction. اوكي؟ يبقى خلينا نراجع. Head tilt chin lift is the universal maneuver to open airway. Jaw thrust is used whenever trauma of the neck is suspected and avoid extension or extending the neck in case of cervical injury is possible. Okay? نتنقل بالكلام عن الأوروفارينجيال إيرواي أو الجويدل إيرواي. زي ما احنا شايفين في الصورة الجويدل إيرواي ده is a tool or device. شكلها ايه؟ شكلها يعني محني كده هو او فيها طرف كونكيف وطرف تاني او سايد كونكيف وسايد تاني كونفكس. different sizes زي ما احنا شايفين وكل size له different color. الطرف اللي هو الكونكيف دوت it should fit the tongue يعني floor of the mouth، في حين الطرف الconvex اللي من فوق ده it should face the roof of the mouth. طب ايه الهدف منه؟ الهدف منه انه لما يتركب يبقى زي ما احنا شايفين في الصورة دي بيحوش اللسان عن سقف الحلق، يعني هو واقف مسافة بينهم. طيب الطرف بتاع الأوروفارينجيال إيرواي ده افرض العيان عض عليه جاله سيجر مثلا او دخل في اتاك او اي حاجة عض عليه، لا الطرف بتاعه ده ما بيتقفلش مهما العيان عض عليه، ده بيفضل patent. فده معناه ان انا سايبة airway patent all through مهما حصل للعيان. طيب مشكلته ايه؟ مشكلته ان لو العيان ده semi conscious او عنده gag reflex ما اقدرش اركبه له، لانه زي ما احنا شايفين الطرف بيلمس طرف الاوروفارينجيال ايرواي لامس البوستيريو فارينجيال وال، ده it can stimulate gag reflex. طب ازاي بقى هركبه؟ زي ما شفنا هو low sizes فلازم اختار السايز المناسب للعيان بتاعي. اعرف ازاي السايز؟ ازاي اقيس السايز؟ بقيس السايز بطريقه من اتنين، يا إما بقيس مسافة من الأنجل of the mouth to the lobule of the ear، من الأنجل of the mouth to the lobule of the ear زي ما أنا شايفة في الصورة بالظبط. الأنجل of mouth is a soft tissue واللوبيول of the ear is a soft tissue، يعني بنقول from soft to soft أو from central incisors to the angle of the mandible. دول two bones يبقى from bone to bone from central incisors to the angle of the mandible. استخدم انهي طريقة فيهم؟ اي طريقة تريحكوا استعملوها. Then I start by applying the oropharyngeal airway upside down، يعني احط الناحية الكونكيف هي اللي facing سقف الحلق، واول ما المس سقف الحلق الف الأوروفارينجيال إيرواي 180 درجة. So you introduce it with the concave side up, then rotate 180 degrees and then advance gently. Okay? Please بصوا على الفيديوز اللي موجودة على السايت هنا على Smart Learning علشان تشوفوا تطبيق عملي زي الطريقة لنفس الكلام اللي احنا قلناه في المحاضرة دي. Thank you very much.